حركية دبلوماسية غير معهودة بعدة قطاعات اقتصادية ترجمتها الزيارة الأخيرة لعدة وفود أجنبية، آخرها الوفد الأمريكي الذي جاء باحثاً عن استثمارات محتملة بالقطاع الفلاحي. زيارة ميدانية بعدة ولايات وآفاق شراكة واعدة تلح بالأفق. américaine dans l'agriculture, c'est ce que nous voulons reproduire ici, reproduire une agriculture durable, une agriculture qui aidera l'autosuffisance pour la région et ensuite pour le pays, pour l'Algérie. Et nous sommes très heureux qu'il y ait ces discussions aujourd'hui et que ça puisse aboutir dans quelques temps vraiment à un partenariat. Et on a réexpliqué même à la partie américaine Si vous venez ici, c'est pour travailler, c'est pour une longue durée. نقل الخبرة الأمريكية فيما تعلق بالسقي وتغذية الأنعام وإنتاج الحليب بتكنولوجيا متطورة هي بعض ما يعول عليه من التقارب الجزائري الأمريكي، وهي أيضا الخطوة التي ستعزز الإنتاج الوطني مستقبلا بعيدا عن حقول النفط. النقطة الأولى، لديكم العديد من الموارد والمواهب، ولديكم أرض عظيمة غنية بالموارد الطبيعية. والأمر الثاني، يجب أن تتوجه نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، ويجب على الحكومة الجزائرية إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي. أعتقد أن وقت الحديث قد انقضى وحان الآن الوقت للبدء فعليا بالعمل. من دبي نعمل معهم المونتاج إلى ديستريبيسيون في الريجيون أست ونعمل وسي لا بتيت يعني لا بيتيت موين اندستري تاع لا فابريكاسيون تاع لو ماتيريال اغريكول. احنا ماذا بينا نسحقوا منهم لو سافوار فير. زيارة من شأنها ترقية التعاون على محور الجزائر واشنطن، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين محتشمة ولا تتعدى $4 ملايير. أما حجم الاستثمارات الأمريكية بالجزائر فلا تزال تراوح مكانها ب 114 شركة معظمها بالقطاع الطاقوي. كثيرا ما سمعنا عن تفعيل مجالس أعمال بين بلدان صديقة وشقيقة، لكن يبدو أن مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي يستبق الخطى من أجل تنفيذ خارطة استراتيجية لترقية الاستثمار وتطوير الشراكة مع الأجانب.